أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترحيبه المستمر بأي مقترحات تسهم في دفع قطاع الصناعة. جاء ذلك خلال مناقشة مدبولي مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية مقترحاتهم لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير، حيث لفت مدبولي إلى أنه سيستكمل اجتماعاته مع باقي الغرف حتى تكون لديهم خريطة واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. هذا وقد شهد الاجتماع عرض عدد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات غذائية إلى جانب التأكيد على ضرورة زيادة نسبة الزراعات من المحاصيل الزيتية حتى يتم التوسع في صناعة الزيوت